السلام عليكم اخوتي المغاربه، الجمهور ديال السلاوي اللي داخل الوطن وخارج الوطن، وجمعه مباركه تدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. واخوتي اليوم راه ما غندير لكم لا مقدمه لا والو، علاش؟ اليوم عندنا واحد الموضوع اللي هو حساس وديجا هضرنا فيه، وموضوع ماشي كيقيس المساجن، كيقيس المغاربه كاملين، لا اللي في الزنقه ولا اللي في الحبس. لهذا الى عقلتوا على ماشي الموضوع اللي هضرنا على بنتازوت، ولكن الموضوع الفيديو اللي هضرنا فيه على القصه ديال رئيس المعقل اللي تعدى على دوك الناس في السجن المركزي، وحيد لهم الكواش ديالهم، وحيد لهم الامتعه ديالهم، وحيد لهم المسائل باش كيترينيو، واللي سد لهم التيران الملعب الكبير اللي كيترينيو فيه المساجن ديال السونترال كاملين، واللي كيستقبلوا فيه الفرق اللي جايين من برا، بحال مثلا قدماء النادي القنيطري، قدماء النهضه القنيطريه، قدماء الجيش الملكي، قدماء الفتح الرباطي، قدماء الجمعيه السلاويه، قرب فلاحي، توارقه، هادو كلهم تيجيو تيلعبوا مع المنتخب ديال السجل المركزي اللي هما من السجناء. المهم ما عليناش، ما هو ماشي هذا وصل بالموضوع، ودوينا على رئيس المعقل اللي هو اللي قطع العلم، قطع التصويره ديال الملك، وقطع التصويره، وقطع العلم الوطني، وقطع دوك الايات القرانيه اللي كانوا في السيلون ديال بنتازوت، وترموا في النفايات، مكب النفايات. ما عليناش اخوتي، اليوم راه جيناكم، جاني واحد الخبر اللي هو جاني غير اليوم مع عند خو بنتازوت، بان السيد رئيس المعقل اللي كنا درنا عليه داك الفيديوهات راه البارح، السيد المندوب ما عرفتش واش تفرج في الفيديوهات ولا شي حاجه اخرى، المهم هذا الشيء ما عرفناش حنا منين نزل. المهم الا تنقول انا في بعض الفيديوهات اللي كيكونوا فيهم بحال هاد الحالات هادو، كيتم التدخل دي فيهم بان الفيديوهات ديالي ما مشاوش خلا وجابوا نتيجه، حتى الفيديو ديالي ديال رئيس المعقل اللي تعدى على السجناء، واللي تعدى على صورة الملك، وتعدى على العالم الوطني، وتعدى على الايات القرانيه، وتعدى على بنتازوت محمد، واللي تعدى على عبد الواحد، نسيت لي سميتو، الحصيني عبد الواحد ولد سلا. باش نضيف لكم واحد المعلومه اخوتي، ولاد سلا والرباط، هاد عبد الواحد، هذا الحصيني عبد الواحد، راه كلكم السلاويين والرباطيين تتعرفوه، الراجل اللي كان تيبيع الصنادل ديال الميكا في الملاح سابقا، قديم مع مول الصح، حدا مول الصاكا في الملاح، في وسط الملاح، وفي العشيه كان تيمشي للسوق ساعه، تيترزق الله تمايا، هو هذاك السيد اللي قتل القايد اللي سميتو شاقيف، راه السلاويين والرباطيين والمواد للروح، هذه هي عمليه القتل، راه تقريبا عرفوها الناس ديال المغرب كامل، هذا الشاقيف هذا كان كيتعدى على الناس، وكان تيبغي ياخذ من عندهم الفلوس باش يخليهم يفرشوا، وكان بزاف تيدير تيخلق بزاف ديال الابتزاز والضغط وداك الشيء، باش هما كيدخلوا لعندو كيعطيوه البركه ديالو باش كيخليهم يبيعوا. هذا السيد هذا عبد الواحد الحصيني راجل درويش والله يعمرها دار، وتنعرفوه وكبرنا معاه حنا هنا في الحومه الخيو في هرون، حنايا كبرنا معاه، من اطيب خلق الله، كتب عليه المكتوب، تعدى عليه ذاك القايد اللي سميتو شاقيف، دالو السلعه ديالو وضربو وشبع فيه عصا قتلو، راه خدا عليه 30 عام، ها هو خدا الحكم، دار الجريمه وخدا الحكم ديالو، ها هو تيدوزها بما يرضي الله، ها هو دابا عاوتاني كيتعرض للمشاكل اخرى داخل السجن. انا دوزت معاه تمايا وفي هرون، ها هو دوز معاه تمايا تقريبا هذه المده ديال 16 عام ولا 16 عام باش وقع له المشكل، ما عمرو صدرت منه شي مخالفه داخل المؤسسه، كيعرف ثلاثه ديال الحوايج، كيعرف الماكله، وكيعرف لونطريما، وكيعرف الصلاه والعباده ولا ديسيبلين. باش نفيدكم اولاد سلا والرباط، هاد السيد هذا اللي وقع له هذا المشكل دابا راه هو اللي قتل القايد شاقيف. المهم ما عليناش اخوتي، اخر المعلومات اللي جاتني بان راه المندوب البارح صيفط تفتيشيه للسجن المركزي باش تحقق مع المدعو محمد بن تازوت، ومع المدعو الحصيني عبد الواحد اللي قتل القايد شقيف،
ويحقق مع ذاك رئيس المعقل ومع الموظفين اللي كانوا تيقوموا معاه بعملية التفتيش. التفتيشية ملي مشات عيطت على الأخ بن تازور محمد، قالوا له ودي واش هذاك داكشي داك الظلم وداكشي اللي تقال وداك التعدد وداكشي داكشي واش كاين؟ قال لهم ودي داكشي اللي تقال كله كاين، وراه ماشي السجناء اللي شاهدين على هادشي، راه الكاميرا اللي شاهد على هادشي هذا، راه كاينه عمليه تفتيش في 28/10 وكاينه عمليه تفتيش في 23/12 وراه الكاميرات حاضرين على هادشي هذا. ناض المودي ناض رئيس المعقل بغى يغطي على هذا الجرم ديالو على هذا التعذيب وعلى هذا الشيء اللي دار في حق المساجن واللي دار في حق الصوره ديال الملك ولو في حق العالم الوطني وفي حق الايات القرانيه. ناض مشاك زعط عند بن تازوط قال له ودي انا راه جات واحد اللجنه راه كدير واحد التحقيق على داك على داك الشيء اللي كنت درت معاكم ودابا انا راه تنطلبك وتنرغبك وكذا وهادي 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 وهادي، عافاك ما تقولش بانني انا راه قطعت الصوره ديال الملك، ما تقولش راني قطعت العالم الوطني وقطعت الايات القرانيه وديت لكم حوايجكم وهذوك الحوايج اللي ديت لكم الكواش والحوايج والماتريال ديال الرياضه والامتعه ديال الكوزينه وداك الشيء راه غنردهم لكم. وراه حتى من تشوبي داك السيد مسكين اللي عبد الواحد الحصيني تنسى لي عفوا سمحوا لي جمهور كريم هذه الكلمه الحصيني حيت انا تنعرفو غير بو عبد الواحد تنقولوا له حنا بو عبد الواحد هذا الراجل هذا تتشوبينات فاش تيشد الماكله وتتشوبينات ديالو حتى هما داهم ليه. وهذا السيد مسكين ما تيزور ما عنده زياره ما تيجي عنده حد ما تيطلع له حتى شي واحد. باش نفيدكم كثر اخوتي ملي هذاك الرئيس المعقل قطع ديك التصويره ديال الملك وداك الشيء مشى هذا السيد عبد الواحد كما عودنا لكم في الفيديو السابق هز هذه التصويره هذه ديال سيدنا وهزها ومسحها وداك الشيء وما يدخلها عنده السيلون ديالو. ناض هذاك عبد ناض رئيس المعقل شافو هو يحيد له التصويره ويكمشها وخشاها تحت باطو. هذاك بو عبد الواحد ما رضاش على الوضعيه، علاش؟ حيت نظرا لانه دفعوا والموظفين بقاو عليه بلاصه، علاش مشى لذاك مكان بالنفايات وهز منه ديك التصويره؟ ملي طلقوا منه تم غادي رئيس المعقل وحط التصويره تحت بعضه ومكمشه، قال له ياك يا عدو الله التصويره ديال سيدنا كذا كذا هادي حاطه مكمشه وهادي 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 ودايره تحت بعضك وغادي بها كذا وهادي شنو كتحس مع عند راسك انتايا؟ حيت بو عبد الواحد جري وتيدوي على حقه. باش نزيد لكم هذه المعلومه هذه حقه ما تيتعاتقش عليه باي وجه كان واخا بالموت. هذاك رئيس المعقل شد الصويره حيدها من تحت باطو وسرحها ودارها في صدرو وتم غادي بها وبقى تيسب في هذاك عبد الواحد. البارح ملي عيط ملي مشى هضر مع بن تازوط قال له انا ما غاديش نبدل الاقوال، انا ما غاديش نبدل الاقوال ديالي على حساب داك الشيء اللي مسجل في الكاميرا. الكاميرا راه هي كتشهد بان انت درتي هاد الافعال كامله وانت تعديتي الحدود ديالك وسديتي لنا التيره اللي متنفس ديالنا الوحيد اللي كنمشيو نترينيو فيه وكيترينيو فيه السجناء كاملين، وانت دابا خرجتي على السجناء والسجناء كلهم تعطاو المخدرات وتعطاو الاقراص المهلوسه وتعطاو المحيا. اذا حنا عندنا حبس طويل وناس ملتزمين مع الاداره وملتزمين مع الرشاد وملتزمين بالقانون ديال المؤسسه، انت جيتي وخرجتي على هاد المؤسسه هادي. خلا بن تازوط عيط على الحصيني عبد الواحد طلعوا لعندو البيرو قال له شوف الحصيني عبد الواحد قال له لا قلتي ديك الهضره اللي درت انايا النهار اللي درت لكم عمليه تفتيش راه غادي تشوف مني شي حاجه ما عمرك ما شفتيها. بو عبد الواحد راجل ونفس كما قلت لكم في الاول قال له اش غادي دير كاع واش هادك ما دير؟ قال له الى الغرق راه حنا غارقين 30 عام ديال الحبس راه انا كنخبط فيها ومظلوم. قال له شنو بغيتي دير؟ قال له غتبدل الاقوال ديالك؟ قال له ما غنبدلش انا الاقوال ديالي، داكشي اللي درتي واللي شافتو الكاميرا واللي شاده الكاميرا كله هو اللي غادي نقولوا لهاد اللجنه هادي. هو يشنق عليه وبراكه مع القنط ديال الحيط وبقى عليه بالبنيه كما تنقولوا حلو باللغه الزنقه بالكلاكات. وشدوا من لحيته. شدوا من اللحيه ديالو حيت هاد عبد الواحد كيربي اللحيه طويله. بيضة والله تشوفوا اخوتي تحشموا من ورا الناس لو الرباط تعرفوه كاملين الصوره ديالو حتى الناس اللي مدوزين للمركزي هاد المده اللي دوزاو في المركزي تعرفوه بالانضباط ديالو تعرفوه ما تيهضر حتى مع شي مسلم السلام ديال الله الا ما قلتيهاش ليه ما يرضاش عليك
لهذا هذا السيد ماشي ما خصوش يتزاز بحال هكا. هذا السيد خصو يكون عنده احسن سكن ويعطيو ويتعاملوا مع احسن معامله. علاش؟ لانه منضبط لواحد الحد اللي ما كيتصورش على البال. لهذا خوتي انا جبت لكم هذا الخبر العاجل بان المندوب ولا المندوبيه راه صيفطت تفتيشيه مع زعما بالضبط ما عنديش تاكيد. المهم كاينه تفتيشيه اللي مشات تحقق في هذا الشيء هذا، واش من داخل السجن ولا من خارج السجن، و100% غيكونوا مخلطين، غيكونوا شي ربعه من المندوبيه وغيكونوا شي جوج من السجن. لهذا خوتي هذا رئيس المعقل راه غادي يتم التحقيق معاه البارح واليوم وباقيين اليوم، وراه غادي تحال هذاك التحقيق اللي غيحقو معاه دوك الناس دوك المفتشين، غيمشي داك التقرير كامل غيمشي للمندوبيه. وبغيت علاش انا درت هذا الفيديو هذا، درت هذا الفيديو هذا الى تاكدت ديك الاقوال ديال دوك الناس واللي مسجله في الكاميرا في داك التقرير اللي غيديو هاد المفتشين للمندوبيه. واش هاد السيد رئيس المعقل وهذوك العصابه ديالو اللي داروا هاد الكوارث هادو واللي داروا هاد الخروقات واللي داروا هاد التظلمات وداروا هاد التعذيب لهاد الناس هادو وجردوهم من جميع الامتعه والملابس والامتيازات اللي عندهم، واش هاد الناس هادو غيتحالوا على المحكمه وغادي ياخذوا العقاب ديالهم بحالهم بحال اي مواطن عادي؟ لان اللي غيقطع التصويره ديال غيهرس التصويره بالكادر ديالها ديال سيدنا وغادي يقطعها وغادي يقطع العالم الوطني وغادي يقطع الايات القرانيه وغادي يتعدى على المساجن وغادي يقهرهم وغادي يحرمهم من التيران المتنفس الوحيد ديالهم وغادي يدي لهم الامتعه والمسائل لي زونتير والمسائل باش كيتريني بهم التازوت كلشي داكشي المسائل ديال 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 البوكس ديال الليغا. راه هادشي كامل غادي يتحط في التقرير وغيمشي للمندوبيه. دابا حنا بغيناكم تضامنوا مع هاد الناس هادو باش هاد المندوبيه هادي ملي تاخذ داك التقرير اللي غيمشي من السجن المركزي للمندوبيه واش غيتحل على النيابه العامه. ونزيدكم واحد النقطه اخرى، هذه من جهه، واش غيتحل على النيابه العامه؟ واللي اكيد واكيد واكيد خصو يكون واحد الاستنطاق واحد اخر، واحد التحقيق واحد اخر من طرف واحد الجهه اخرى على من عند على خويا بن تازوط وعلى بو عبد الواحد، وباش يستنطقوا رئيس المعقل ويشوفوا الكاميرات. راه ماشي غير المندوبيه اللي الدور ديالها هذا، راه هذا راه الدور حتى ديال النيابه العامه. علاش؟ لان كاين تعدد وكاين ظلم وكاين مس بالمقدسات وكاين جميع الخروقات والتظلمات كاينين. اذا خص النيابه العامه ديال مدينه القنيطره كما المندوب صيفط التفتيشيه ديالو دار التحقيق، المندوب خصو يبلغ حتى السيد الوكيل ديال مدينه القنيطره باش حتى هو يصيفط الجهات المسؤوله ديالو يعطي التعليمات ديالو للجهات المسؤوله اللي غادي تمشي دير التحقيق في هذه النازله هذه. اذا الوكيل الى المندوبيه شدات التقرير هذا ورقدات عليه وما علمتش الوكيل باش يصيفط الناس ديالو يحقوا في هذه النازله هذه باش هاد السيد رئيس المعقل وهاد العصابه ديالو يتحالوا على المحكمه وياخذوا الجزاء ديالهم، اذا هاد المندوبيه راه ما تديرش خدمتها وما بلغات السيد الوكيل باش يمشي يدير التحقيق ديالو، وهذاك الشيء بغاو يدمصوا بعضياتهم. والسيد المدير راه بريء اللي كاين حاليا تمايا، بريء من هاد الشيء هذا، ما عنده حتى شي دخل في هاد الشيء هذا بشهاده النزلاء وبشهاده الكاميرا، ما عندوش علاقه بهاد الانتهاكات وبهاد الخروقات وبهاد التظلمات. ولهذا خوتي انا كنطلب منكم بارطاجيو معنا هاد الفيديو هذا، لان هاد الشيء ضروري خصو يتبارطاجا باش يوصل لاوسع نطاق باش الناس تعرف الحقيقه ديال شنو كتوقع داخل السجون وشنا هما المسائل القانونيه اللي خصهم يمشيو من بعد هاد الخروقات هادو كما وضحت لكم انايا. علاش؟ لانني انا عندي تجربه في هاد الشيء هذا في هاد الميدان هذا وعندي عده كوارث، وفوق هاد الشيء كامل قلت لكم قاري القانون وقاري الشريعه الاسلاميه وتنعرف الحق اللي عليا وتنعرف الواجبات اللي عليا. انا عاوتاني غنزيدكم واحد المعلومه اخرى، حتى الفيديو اللي كنا درنا اللي كنت درت عليه انا واخواني، كنت درت انا وخويا فهرون على خونا حسن الجاوي الفتوله الجوج، راه حتى هو راه تم الانصاف ديالو
ماشي داك الانصاف للانصاف، ولكن المعلومات اللي جاتني انا موثوق منها هو ان المدير تعاود ما تجي. مشاو الجندارم تصنتوا لخويا حسن الجاوي وقولوا له المحضر مشى عند الوكيل، ولكن هاد السيد المدير ما مشاش للتحقيق وما مشاش للمحكمه، تهز من داك الحبس وصيفطوا لواحد الحبس اخر. هاد الحبس اخر مازال ما عرفتوش اين حبس هو، وملي غادي نجيب هاد المعلومه هادي ديال هاد الحبس اللي مشى ليه هو، انا غادي نجيبها لكم وغادي ناكدها لكم باش تعرفوا اخوتي مغاربه لا اللي ولادكم تيدوزوا الحبس ولا اللي ما تيدوزوش الحبس. الناس اللي باغا تستافد واللي باغا تعرف شنو تيدور داخل السجون، السلاوي ديما تيجيب لكم اخر الاخبار وتيجيب لكم اخر المستجدات من داخل السجون. هاد السيد هاد المدير اللي مشى من تولى الجوج تلاح لشي حبس اخر ما خصوش يمشي سالم، خصو يتعاقب على داكشي اللي دار مع خويا حسن الجاوي، على داك التكرفيس. السيد عنده تصعود المرض، تنعاود نكررها من غير الفيديوهات الاخرى اللي قلت، تصعود الامراض مزمنه زائد اضرابات عن الطعام ما تياكلش الرجيمات ديالو زائد الكاشو زائد ديك العمليه ديال النصب واحتيال، ديك الاتفاقيه اللي داروا مع مراد الكرطومي وبغاو يديروها حتى مع داك الدري السلاوي حمو اللي ما بغاش يخدمها معاهم. هذا كيتسمى النصب واحتيال على العداله، كيتسمى تضليل العداله بهذا اللغه هادي. هاد السيد المدير بغى يضلل العداله بهذا الفيلم الصغير اللي دار باش قدم مراد الكرطومي، يقول بان حسن الجاوي راه ضرب مع مراد الكرطومي ودار ليه محضر، وعلى ود داكشي دخلوا الكاشو حسن الجاوي حكا ما رضاش ودار اضراب عن الطعام. راه حسن الجاوي مسكين، راه لا حول له ولا قوه، راه وصل دابا كدا 60 سنه في عمره و65 عام ديال الحبس وتسعود ديال الوليدات وعنده تسعود ديال الامراض كلهم مزمنين، ما يقدرش يضرب حتى قطايه الاخرى. وانا جاتني معلومات من السجناء اللي ضربوا الحبس ديال تولال وخرجوا في التعاليق وفي التليفون بان حسن الجاوي من دامج ودخل سوق راسه وملتزم مع الاداره وملتزم مع الموظفين وكان ملتزم مع حتى مع السجناء كلهم تيحبوه. علاش؟ حيت تنصحهم وخا مسكين وقع في هاد الكوارث هادو ودوز من داز من هاد المراحل هادو، ومهم مسكين لا حول له ولا قوه دبر على هاد الموت، ولكن ها هو تاب في داخل السجن وهو تينصح الدراري ديال مكناس ولا المساجد اللي تيجيو من غير مدينه مكناس، تيقدم لهم النصيحه وتيقول لهم اخوتي عندكم تمشيو تطيحوا في هاد الاخطاء اللي طحت فيها انايا، ما نبغيكمش تبقاو تعاودوا ترجعوا للسجن. وبشهاده السجناء ديال مكناس اللي خرجوا دابا راه كيتصلوا بيا. لهذا اخوتي المغاربه تنطلب منكم تعاطفوا مع هاد الناس هادو وتبارطاجيو معنا هاد الفيديو هذا على اوسع نطاق باش المغرب والعالم يسيق الاخبار لهاد الشيء هذا، وباش هاد الناس هادو يمشيو يتقدموا للعداله وياخذوا الجزاء ديالهم على هاد الشيء هذا اللي داروا في حق هاد السجناء هادو. وانا راه ديما فين ما كان شي جديد وفين ما كان شي معلومه جديده غادي نجيبها لكم باش تعرفوا شنو تيوقع داخل السجون. والله يكثر خيركم وعاود تنطلب منكم تضامنوا مع خويا حسن الجاوي وخويا بنتازوت وبو عبد الواحد الحصيني، راهم دابا في حاله يرثى لها. بارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم، ودعيو ليا مع الوالده ديالي ودعيو ليا مع الوالده ديالي عافاكم، راه هي مريضه، راه هي دابا راه يومين وهي في مريفي، راه هما دابا عاد جايبينها مسكينه مازال ما شفتش الحاله ديالها. انا جالس كنصور لكم في هذا الفيديو هذا وكنتسناهم، هما قالوا ليا في التليفون هما جايبينها. لهذا خوتي تنطلب منكم دعوا ليا مع الوالده ديالي الله يجزيكم بخير، راه هي في حاله قاصحه بزاف. دابا غنخلي لكم خويا فهرون حتى هو، حيت هو السيد اللي هضر معنا الاخ ديال بنتازوت عاود لينا بجوج، كان معيط ليا انا لقى تليفوني طافي، عيط لخويا فهرون عاود له المستجدات اللي عطيتكم دابا وهذا الشيء هذا، وعاوتاني عيط ملي جيت انا قال لي فهرون عيط له انا وخديت من عنده المعلومات كامله. في حاله ما الا انا زقلت شي معلومه اولا نسيت شي معلومه اولا فهرون عنده شي معلومه احسن مني انا اللي غتزيد تفيدكم اكثر، انا غنخلي فهرون يتقدم لكم وياخذ راحته ويوضح لكم الامور
والله يجازيكم بخير. تنطلب منكم تعاطفوا مع خوتي مساجن، راه هذا الشيء هذا راه اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر، اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. الله يجازيكم بخير الجمهور السلاوي الحبيب، الى ما بارطاجيو معايا هذا الفيديو هذا وتعاطفوا مع خوتي. وباش نزيدكم واحد المعلومه اللي هي زوينه وراه قلتها في الفيديو الاخر، راه خويا بنتازوت راه خارج نهار 31 نهار 21 في شهر 2. تنطلب من الجمهور ديال السلاوي اللي داخل المغرب ماشي اللي خارج المغرب، اللي حب يجي لباب السجل المركزي ويتضامن مع خويا بنتازوت ونستقبلوه في الافراج ديالو. هو مسكين الا استقبلناه بزاف ديال الناس ديال المتضامنين معاه والمحبين ديالو راه غادي يكون فرحان وغادي يكون ناشط. لهذا انا كنجدد النداء وكنقول لكم نهار 21 في الشهر اجيو كنا غادي نكونوا في باب السجل المركزي، نتعرضوا لخويا بنتازوت ونرفعوا له من المعنويات ونضامنوا معاه ونتحدوا معاه، وما غادي يكون غير خير ان شاء الله. وربي غادي يجيب ليه الله التيسير وليه ولينا ولجميع المسلمين. غنخلي خويا فيروني يتقدم لكم. خويا اسمح محمد اخويا الى تفتح التحقيق مع الحيين ايه التحقيق تاوي تفتح مع الميتين السيد اللي كان توفى وصيفطوا له العائله ديالو رساله بار بوست. رساله بار بوست هذاك اللي سمعني اخويا فيرون عندك شي حاجه ما عارفاش؟ لا ماشي عندي شي حاجه ما عارفاش. انا يا الناس المصدر ديالي باش نوضح للجمهور الكريم علاش ما هضرتش على هذا السيد هذا. المصدر اللي عطاني المعلومه صيفط لي ورقه ديال البوسطه بان ذاك السيد توفى نهار الحد وما مشى للسبيطار حتى النهار الاثنين ومشى موفي حتى النهار الثلاث. عاد تبلغوا دارهم الطريقه اللي تبلغوا دارهم بها بحال بلغوا كلب حاشاكم بحال بلغوا قط بحال شي حشره اللي ماتت مديره. المدير كتب رساله صغيره فيها اربعه ديال السطوره وصيفطها للبوسطه ودار فيها العنوان ديال داك السيد اللي مات، راه تنسات لي السميه ديالو، وصيفطوا لهم بار بوست. واش دخلنا عليكم بالله خوتي المغاربه؟ واش هادي طريقه؟ واحد السيد مات في السجن وداروا لي عمليه نصب حتى هو وخرجوا نهار الاثنين للسبيطار وكيقولوا بانه مات في السبيطار والسيد ما ماتش في السبيطار. كاينين شهود بانه ما ماتش في السبيطار، وكاين واحد الفرملي الله يجازيه بخير اللي هو داخل السجن اللي تواصلت انا وياه بلا ما نسميه، راه كاينين بزاف ديال الفرمليه. قال لي يا خويا اسمه محمد هذاك السيد راه خرج ميت، انا التقليد ديالو انا راه ما نديش، انا حيدته عليا. ولكن انت عرفتك يوتيوبر كتهضر على هذا الشيء ديال السجون وانا متبعك ومابوني عندك، انا وصلت لك هذه المعلومه باش نحيد التقليد عليا. انا وصلتها لك بغيتها توصلها للجمهور وتوصلها للمسؤولين باش ما يبقاش عليا التقليد. السيد راه خرج ميت نهار 2 في الصباح ومشى وخلاوه حتى للثلاث، عاد قالوا احكا بان راه السيد مات في السبيطار، بلغوا الاداره السجن، السجن هزت رساله كتبتها صيفطتها للبوسطه والبوسطه صيفطوها لدارهم. اللهم من هذا منكر، راه عيب. راه الطريقه باش خصهم يتبلغوا العائله ديال هذاك السيد اللي مات راه بطريقه حنينه، طريقه قانونيه، طريقه حضاريه. خص السيد الوكيل والاداره ديال السجن كيديروا جماعه اربعه ديال الناس ولا خمسه وكيعيطوا للعائله ديال دوك ديال داك السيد اللي مات وكيبلغوهم كيفهموهم الطريقه ديال اللي توفى بهذا السيد هذا بطريقه سلسه باش هاد الناس ما كتكونش فاجعه وما كيكونش غضب وما كيكونش بزاف ديال المشاكل، وباش هاد الناس مساكن كيحاولوا ما يتاثروش بزاف. هذه هي الطريقه باش كيتبلغوا الاهل ديال الميت اللي مات داخل السجن. اللهم من هذا منكر. وعلاش انا ما هضرتش اخويا فيهرون على هذا؟ باقي كنتسنى معلومات اخرين غيجيوني اللي هما وغيوضحوا للناس اكثر بان هذا السيد هذا ما توفاش في السبيطار والطريقه ديال التبليغ وحتى راه ما ماتش متعاديه، راه مات باهمال طبي. انا كنتسنى الدليل اللي بان هذا السيد مات في السجن ومات عندنا طريق اهمال طبي، ما خرجش في الرونديفوات ديالو اللي خصو يمشي فيهم الطبيب ديال الزنقه الطبيب السيفيل، زائد انه
انه التبليغ ماشي بطريقه قانونيه وماشي بطريقه شرعيه، لهذا ما بغيتش نهضر عليه في هذا الفيديو. وانا وضح انا كما فكرني خويا فيرون، انا وضحت لكم هذا شويه المعلومات، ولكن مجرد ما غادي تجيني المعلومات الكافيه اللي غتفي اللي غتكون مؤكده وغنفيدكم بها، اول في اول دقيقه غنبدا لكم الفيديو وغادي نوضح لكم المعلومات كامله اخوتي المغاربه. ثم كتعرفوا السلاوي ما كيخاف من حتى شي واحد وما كيعبد حتى شي واحد، كيخاف الله سبحانه وتعالى في قول في كلمه الحق وقول الحق، راه ما كنخاف من حتى شي واحد. خويا فهرون خذ راحتك ووضح للناس المعلومات اللي عندك، الله يجازيك بخير على هذه القضيه. انا هذا الميساج بغيت نصيفطو غير للمندوبيه. التحقيق هذا التحقيق اللي فتحته المندوبيه كما قال خويا السلاوي خصو هو يكون الوكيل حتى هو تحت راسه. معلوم خصو ولا جينا نشوفوا الواقع كيفاش خص يكون التحقيق مع بنتازوت ومع بو عبد الواحد، راه الوكيل برجليه خصو يمشي يكون هو حار. يكون هو برجليه علاش؟ باش ما كتكونش اختلالات وما كتكونش تحايلات، كيمشي برجليه وكيعيط لدوك الناس وكيدخلهم البيرو خاص وهو وياهم في الراس، كيدخل اللي بغى هو يسبق، بغى يسبق الموظفين هما الاولين او اللي بغى يسبق المساجين هما الاولين، وعاد من بعد ملي كيتاكد ملي كياخذ الحياه التحقيق كامل عاد كيطلب الكاميرا باش كياخذ التاكيد من الكاميرا. في حاله ما الا الوكيل ما دارش هذه الخدمه هذه وبغى يتغاضى وما بغاش يدير خدمته، راه غيصيفط غير البوليس، وهاد البوليس هادو يقدروا يديروا يد مع ذاك رئيس المعقل ويقدر يرشيهم ويقدر بزاف ديال الحوايج باش غادي يغرهم وغادي يديروا ليه الاقوى اللي بغاه هو. لهذا حنا كنطلبوا من السيد الوكيل يمشي برجليه ويحقق في هاد النازله هادي وفي هاد القضيه هادي. هادشي اللي كاين اخويا فهرون، غير هاد الناس هادو اللي هما متحملين المسؤوليه وماشي شي مسؤوليه عاديه، هكا تقليد فهمتي، ربما التقليد راه اما يخرج فيه او يخرج له في ولادو. غير هو الا ثبت بان هاد الاقوال هادي ثابته في حقه راه خصو يتعاقب. استغفر الله، لان راه فايت وقعات بعض الخروقات وفايت ذكرتها في السجل الفلاحي وطيطه جوج، ما تماش شي عقوبه اللي هي غادي يقدر يبرد في المسجون فيها، على الاقل يحس بان راه عنده الكرامه اللي كانت تعطاته من عند سيدنا. الا كانوا غادي يتعاقبوا هاد الناس باش يكونوا عبره المور، ماشي غنقول موظفين ولكن راهم كيتسناو، عندي انا كنسميهم مربيين. الا غيحملوا هاد اللقب ديال المربيين راه اول حاجه خصو يكون هو مربي عادي يمكن له يربي. هذا هو الميساج اللي بغيت نصيفط اخويا اسمع محمد. خصو يكون مربي باش غيكون مربي، غيكون مربي اولا بالاصل ديالو بالشجره ديالو خصها تكون طيبه، وحتى الا ما كانتش هاد الشجره ديالو الاصل ديالو طيب لان السجن حتى هو فيه الصالح وفيه الطالح، كيمشي كيقرا كيدوز الكونكور ديالو، من بعد الكونكور ديالو كيمشي يدوز واحد لانفورماسيون اللي هي فيها بزاف ديال الحوايج اللي باش يمكن له باش كيتأهل باش يكون موظف، كيكون مأهل كيتأهل نفسيا وكيتأهل بدنيا وكيتأهل عقليا وكيتأهل على جميع الجهات، حتى إلا كان شي تدخل تاهو كيتأهل ليه. يمكن له دابا يبان لك لابس كسوة شوية ويولي بان لك تدخل سريع في وسط السجن، بدات هو غير يلبس البرودكان، غير يلبس التريد، غير يلبس السمطات، غير يهز المطرك ديالو، غير يهز المسائل ديالو. فوق هادشي كامل كيكون حنا الا بغينا دابا ندخلو نتعمقو في هادشي، هذا اول حاجه راه الحارس الموظف ديال السجن راه بغى يدخل السجن راه خصو يكون قارئ علم النفس. علاش؟ باش بمجرد ما كيوقف قدامو السجين او لا هو كيبغي قدام السجين كيبغي يهضر معاه، كيكون قارئ علم النفس وقارئ علم الاجرام، كيوقف معاه كيعرفو واش كيكذب ولا كيدير تحرميات ولا كيهضر بصح ولا كيتبو حط ولا كي يد. هاد الشيء هذا حنا ما عندناش في المغرب، هاد الشيء مقصي منه. كيجيب واحد الدري صغير كان مقموع على برا في الزنقه، كان غير تيقرا،
كانوا حاقرين ولاد حومته فين ما دار تياكل العصا فين ما خلقنت اللي مشى ليه كيتكرفس فيه كيقرا واحد شويه باك ولا باك بليس 3 ولا باك بليس 4 دابا ولاو تيدخلوا حتى بالاجازه ولا حتى بالماستر كلهم ولاو تيدخلوا ملي كيجي للسجن كيدوز الكونكور ديالو كيمشي لا فورماسيون بعد كيدخل سايل من فورماسيون كيمشي كيدوز ستاج ديالو ديال 6 شهور بلا خلاص ملي كيتمكن وكياخذ الكسو وكيولي موظف كيولي داك القمع وداك الكبت اللي كان واقع عليه في السيفيل في الزنقه ملي كان هو باقي صغير وملي كان تيقرا وكاع داكشي اللي داز عليه العذاب والقرا في صغره كيولي كيدوز على ولاد الناس ماشي بالقانون ولكن بالظلم. اذن هذا الموظف غير مؤهل باش يمكن له يكون موظف داخل مندوبيه ديال اداره السجون باش يمكن له يربي اجيال وباش يمكن له يصلح هذوك الناس اللي هما خارجين على القانون. هذه من جهه. من جهه اخرى خصو يكون كيحترم. شنو كيحترم؟ كيحترم ما كيحترم كيحترم القانون الداخلي ديال المؤسسه وكيكون مؤدي قسم باش ما يدخل مخدرات باش ما يدخل لامات باش ما يدخل ممنوعات وباش ما يدخلش بزاف كاع داكشي اللي ممنوع في القانون الداخلي ديال المؤسسه كيكون كيخصو يؤدي عليه قسم باش ما باش ما باش ما يستخدمش داكشي. لهذا هادشي هذا ما موفرش كيف كما قال خويا فيرون كيف يعقل ان هذا السيد هذا غيجي غيربي لنا ناس اللي هما كانوا خارجين على القانون واجيال وكيضرب 30 عام ولا 35 عام ديال السيرفيس وغيربي لنا اجيال ما عمرو غادي يربي لنا حتى قط والخر. ولهذا خوتي انا غادي نخليكم هنايا واحد النقطه بغيت نشير خذ راحتك اخويا فيرون خذ راحتك. بالنسبه للمندوبيه الى غدت كما كنقولوا حنا غادا تزير السجون زير السجون الفلاحيه زير السجون المحليه اما السجن المركزي راه هما مزيرين اش غتبقى تزير فيه اش عندك ما غادي تزير فيه راه هو مديسيبلين راسو هو تما حنا في سونترال فاش كنا تما راه كنا كنتمشاو على واحد الناقوس راه لحد الان باقي في الحي المركزي ناقوس داكشي ديال قديم الزمان ما كاينش ديك السيره اللي كتعرفوا دابا ولا ناقوس ديال قديم الزمان كيتضرب الناقوس اقسم لكم بالله خوتي كيسمعوا المسجون كيسمعوا المسجون كتلقى كل مسجون واقف باب السيلون ديالو ما كاين لا نمشي نجيب كارو ما كاين لا نمشي نجيب مطيشه ما كاين لا نمشي نجيب بصله ما كاين لا نمشي نشوف خويا ما كاينش نشوف ولد خالتي. الا الناس هادو خصهم العناية وخصهم التهلو وخصهم المحنة وفي نفس الوقت اللي خالف القانون ديال المؤسسة واللي دار شي جرم أو اللي تعدى على شي مسجون ولا تعدى على شي موظف القانون راه فوق منه حتى هو يتخذ في حقه القانون. وباش نزيدكم واحد المعلومة واحدة أخرى غادي كاينة داخل السجون راه كاينين الناس اللي كيديروا مشاكل كبيرة داخل السجن وراه ما كيديو عليها حتى نار ديال الحبس وما كيدوزو عليها حتى نار الكاشو وما كيوقع عليهم حتى شي مشكل. علاش؟ عندهم الفلوس حتى لداخل كاينه هاد المنظومه هادي وكاينه هاد المسرحيه هادي. عندك ريال تسوى ريال عندك مليون تسوى مليون عندك مليار تسوى مليار. الله يرحم الوالدين الا القانون غادي يتطبق لا في الزنقه ولا في الحبس يتطبق على الجميع ماشي على الضعيف والقوي ياكل الضعيف ويخرج من الناس المغانم وهو الوعر وكتعطاه فرصه باش يزيد يتعدى على ناس اخرين ويدير خروقات اخرين ويدير بزاف ديال الحوايج ويفسد لنا المجتمع ديالنا. حنا حقيقه درنا اخطاء درنا مخالفات اخترقنا القانون خرجنا على القانون ولكن ادينا من حياتنا ما رحمنا حتى شي واحد ولو في ساعة ديال المكانة ديال الحبس. وحنا الحمد لله ربي جا من جهتنا وبقينا بصحيحتنا وبقينا بعقلنا باش ما كناش كنديروا الشر وما كناش كنتعداو على الناس وما كناش كنمسخط الوالدين ومو غادي. ربي وقف معانا وبدينا كنصلي وتبنا وشدينا الطريق وحنا خرجنا بسلام وحنا الحمد لله بخير. لهذا بغينا حتى ولاد الناس اللي باقيين في السجن حتى هما هادشي اللي بقى لهم في السجن ديالهم يدوزوه بخير وعلى خير ومطمئنين ومرتاحين والعقاب ديالهم راه كيدوزوه يكفي انه كيتعاقب وكيتوب في نفس الوقت. كون غير ما كانش كيتوب انا من عندي انا الله يزيدو غرق في غرق اللي ما بغاش يتوب وتيطلب الحق
انا كنهضر على الناس اللي تايبين وبغاو حقهم اعطيوهم حقهم. راه هادشي راه واجب على الدوله. وانا في هذا الفيديو هذا راه ماشي كنوجه النداء للجمهور، راه كنوجه حتى للدوله. هادشي هذا هاد البحث هذا راه خصو يكون فيه تعميق، تعمق البحث. داكشي علاش كنقول لخوتي المغاربه بارطاجيو معايا هاد الفيديو باش يوصل لاوسع، باش يوصل لاوسع نطاق، باش الناس تاخذ المعلومات وتضغط على هاد الناس هادو اللي غيتحقوا في هاد النزيله هادي، باش بنزاهه، باش تتخذ الاجراءات اللازمه في حق هاد رئيس المعقل وهاد العصابه ديالو، فهاد العصابه هادي اللي كيظلموا هاد الناس واللي حرموهم من جميع المسائل ديالهم. لهذا خوتي انا غنحبس هاد الفيديو هنايا وغادي نسالي باش غادي نخرج نسبورط عليكم هاد الساعة هادي. وبالنسبة نزيدكم واحد المعلومة، علاش ما شفتوش معانا خويا صالح جدي؟ صالح جدي مشى طلع للبلاد بفضل ديك المعاونة اللي عاونوه دوك الناس اللي تعاونوا معاه واللي تعاطفوا معاه واللي حنوا فيه مسكين. مشكورين مشكورين من هاد المنبر هذا ومن هاد الفيديو هذا. مشى يخلص شي كريديات ديالو ومشى يطلع للزوجة ديالو اللي هي مسكينة، خلاها لا حول لها ولا قوة ولا حتى شي حاجة، ما خلاها حتى شي درهم. راه بداك الصريف اللي جمع وديك البركة اللي جمع راه مشى باش يوفر لها المأكل والمشرب والمسائل ديالها وتقدى لها المسائل ديالها. وراه غدا غادي يجي وغيكون معانا إن شاء الله، وما خونا ما غاديش نفرطوا فيه وما غاديش نلوحوه وما غاديش نفوتوه. وكما خونا جدي صالح كما جا واحد اخر وكما جا وحدين اخرين سلاوي وفهرون، راه ما غاديش نفوتوا هاد الناس هادو كاع اللي لا حول له ولا قوه ولا لا رحم لا حنين سوى الله سبحانه وتعالى. واتصل بخو سلاوي بلا منا بلا جميل بلا تفخم بلا حتى شي حاجه على سيدي ربي، انا قابله وقابل باش نتعاون معاه باي طريقه حتى يوقف على رجليه وحتى يولي انسان مندمج داخل الوطن وداخل المجتمع، وديك الساعه اللي فيها الخير يجيبها لي الله. لهذا خوتي انا نخلي لكم الراحه والجمهور ديالي تنقدم لكم التحيه ديما، تنبغيكم وتنموت عليكم، وتنطلب منكم عاوتاني اخر مره تبارطاجيو معايا هذا الفيديو هذا في الفيسبوك ديالكم، في تويتر، في انستغرام، في كاع اللي عنده شي ابليكاسيون كيستعملها كيبارطاجي فيها المسائل ديالو يبارطاجي معنا هذا الفيديو هذا. الله يجازيكم بخير، شكرا لكم واحتراماتي لكم. وقول لهم لاش تقول مشي كلمه اخيره اخويا فيرون خوتي، وسمحوا لي إلا ما قدمش التحية ما قدمش أنا في الأول نصيحة مرة أخرى إن شاء الله بحال هذا الدراري الصغار نزيدوهم النصيحة. ها أنتم أخوتي وليدات الدراري الصغار، ها أنتم كتشوفوا، ها هما هاد الناس مساكن، ها هما غارقين، وها هو خويا بنتازوت مسكين قرب يخرج، وبعض الواحد مسكين حتى هو مظلوم، وها هما شوفوا شنو كيتمارس عليهم داخل السجن أو داخل. وشوفوا حسن الجاوي، أنا ما غنقولوش داخل السجن، غنقولوا داخل السجون وداخل الاسوار كيسحب لهم، راه حتى شي واحد ما غيسيق الخبار. ولكن انا استغفر الله العظيم يا ربي من كلمه تنحمد الله وتنشكر عليها، الله سلطني عليهم. علاش؟ حيت عندي مصادر ديالي داخل السجون المغربيه كامله اللي كتعطيني اي معلومه واي خروقات واي تظلمات واي تعذيب وقع تيوصلني. وهذه هي الرساله ديالي في الحياه، انا تنقولها وتنعاودها، انا ما باغي لا فلوس لا ملايير لا ديور لا عمارات لا حتى شي حاجه. الرساله ديالي في الحياه هي انني نساعد خويا الضعيف ونوقف معاه ونموت معاه وندي معاه اجر. علاش؟ باش نطلب ربي، باش ربي يغفر لي سبحانه وتعالى الا درت شي ذنوب في الماضي ديالي او لا حاليا، وباش نلقى الله بوجه زوين. ونمشي انا علاش ما نكونش انا من جيران الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وشكرا لكم اخوتي والله يجازيكم بخير. وراه كاينين الناس اذكياء، الجمهور ديال السلاوي راكم ذكيين بزاف. شي حاجه الا ما مع انا معصب شي شويه ما حاولش نوضحها ولا ما تزقلات ليا ولا شي حاجه، راه من خلال الفيديو الا تصنتوا الفيديو مزيان كما تنقول لكم كل فيديو، هذا الفيديو تا هو خصكم تطفيو التلفازه وتطفيو الراديو وتطفيو المسائل كامله وما يكونش الضجيج، وتصنتوا ليه بالدقيقه بختها باش يمكن لكم تفهموا وتحسوا بهذه المعاناه ديال هاد الناس هادو اللي تيعانيو داخل السجون. والله يكثر خيركم وشكرا لكم واحتراماتي لكم والسلام عليكم. السلام عليكم.